الكرة وجه من وجوه فيها ما فيها، الصراع، النصر والخسارة، الفرحة والانكسارات، وفيها بعد الضرابة والتنافس. لكن مثلما الكرة في أوروبا والغرب عامة ليست كما لدينا، غالبا كل ما يحيط بها هناك لا يشبه ما عندنا. لا يقولون كما نقول، لا يحتفلون كما نحتفل، ولا يحزنون كما نحزن. نحن نبالغ في كل شيء، هم ينسون أنفسهم مرات، لكن حتى إن حدث ذلك فإن له حدود وله ضوابط وله علامات. أكيد شفتوا المشاجرة اللي صارت مؤخرا بين توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي مع أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، واللي تسببت في بطاقة حمراء حصل عليها الاثنين. هل تخيلتوا هذا الشيء يصير عندنا؟ عندنا يعني في هالوطن الكبير الفسيح الممتد من المحيط إلى الخليج، يصير عندنا ما يشبه ذلك، لكن ردة الفعل مختلفة تماما. هنا مثلما الكرة غير الكرة والأداء غير الأداء، حين تنشب مشاجرة لابد وأن تغلف روح حب الخشوم، لا تنتهي من فورها مثل ما حدث مع كونتي وتوخيل، لا، يتواصل فيها الشد والجذب والنهار والليل، يصبح النادي طرف، اللاعبين، الجمهور يلومون الحكام، يلومون الفار، يلومون اتحاد الكرة، يلومون كل اللجان. وقد تنتقل أيضا أخبار هذا الموضوع من الرياضة لتصبح في صفحات الحوادث والغرائب. أبرز عنوان تتدخل الأسرة والجد والأولاد وأصحاب الميالس، وتمتد آثارها إلى الأحفاد، وتصبح مادة خصبة لصفحات السوشيال ميديا والتيك توك. تشاجر كونتي مع توخيل انتهى كل شيء في الملعب، حصل على بطاقة حمراء، عاقبهم الاتحاد الإنجليزي وانتهى كل شيء، تماما كما انتهى من قبل حين تشاجر مانشيني مع ديفيد مويس يوم اتهم الأول الثاني بتعطيل اللعب يوم كان يدربان مان سيتي وإيفرتون، فغادر الملعب معا. انتهى الأمر كما انتهى حين تشاجر أرسن فينجر مع مورينيو، مانشيني مع أليكس فيرغسون، وأيضا كما حدث من قبل لأنطونيو كونتي نفسه عام 2018 مع مورينيو يوم امتد الشجار من قاعة المؤتمرات إلى الملعب، ومن وصف كونتي لمورينيو بالمهرج إلى تعليق الأخير على عملية زرع الشعر اللي أجراها كونتي. حدث ويحدث لكنه يمضي وكأنه لم يحدث. أما هنا فالأمر مختلف تماما، مثلما التدريب مختلف واللعب مختلف واللاعب مختلف. مؤكد سألتم أنفسكم هذا السؤال وأنتم مثلا تتابعون مباراة للبارشا مع الريال، ما هذه الكرة؟ هل تشبه ما لدينا؟ مؤكد قلتم بعدما انتهت بطولة أوروبا أو نهائي دوري الأبطال، ومؤكد ربما بعدما رأيتم مشاجرة كونتي توخيل تعجبتم أن انتهى كل شيء في الحال. هذا هو الفارق، قد تصبح نتيجة يسمونها البطولة، ونسميها نحن التمثيل المشرف في الأولمبياد والخروج المشرف في المونديال، ونردد شعرا يمجد في رجال كالجبال، ليبقى الحال نفس الحال وتمضي الإجابة ويمضي السؤال، ونبقى نراوح ذات المسافة، ونبقى كل يوم نتشاجر مثل كونتي وتوخيل، لكن لا أحد يفصل بيننا ولا يحل أزماتنا وصراعاتنا، لا اللجان ولا اللوائح ولا البنود، بل تحلها كلمة طاح الحطب وحب الخشوم. أعتقد الرسالة وصلت.